ساعتها اترميت في حضنه وكأني بتعلق بآخر طوق نجاة موجود. اتفقت إن أنا أتعاون معاهم علشان نوقع موردين السلاح اللي بره مصر. وعدني اللي هو رفعت إنه يعتبرني شايب مالك في القضية. واكتشفت إن مش عيب إننا نغلط، إنما العيب إننا نستمر في الغلط. الإنسان القوي يا ماما هو اللي بيحط الخطوط الحمراء لنفسه، ما بيستناش حد يعلم عليه. طلع كلامك صح يا ماما. البطل الحقيقي هو اللي يقوم مهما وقع عشان يكسب معركته الأخيرة. بعديها سافرت عشان أقابل ألبير المورد اللي بره مصر. والحمد لله قدرت أسجل له اعتراف بالصوت والصورة عشان يبقى عندنا دليل إدانة. مش دكان جيو من بيابا القطع. ما كانش ناقص غير نجيب لستة بأسماء كل المتعاملين في الموضوع ده بره مصر وجوه مصر. ودي قدرت أجيبها من ديدي. بطريقة مش هقدر اقول لكم عليها، يمكن انت تاخد بالك منها يا محمد. نعيما يا قمر. الله ينعم عليك يا حبيبتي. يلا انا كمان بدي اتحمل. حسام حبيبي شوف لنا شو عنده للروم سيرفيس واطلب لنا دينر حلو. عينيا. سيرفيس بليز. كل الأدلة اللي أنا جمعتها وصلت الإدارة يا محمد. عارف عن طريق مين؟ مصطفى. مصطفى الأسمر المخبر اللي عندك في الإدارة في الدور الثاني. ما هو ده كان المنادي اللي واقف عندي تحت الشركة بيمسح العربيات. وعملت الحفلة. وعزمت كل الموردين من بره البلد وجوه البلد، والباقي انت عارفه محمد بيه. قبضنا عليهم وقبضنا على دياب، او بمعنى اصح قبضتوا عليهم وقبضتوا على دياب. وانت خدت طلقه، وعلى حسب ما سمعت ان خدت علاوه محترم يا بطل. وانت ليه ما قلتليش كل ده يا حسين؟ كانش ينفع محمد، كنت هفقدك تركيزك، كنت هبقى باذيك وباذي نفسي. ده انت مش شغلانه وفاهم. انت وجعت قلبي يا حسين. انا اسف بجد اسف. لا 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 هتودينا في داهيه يقول لك ده انت على شخصيه ظابط. لا انا باشا مواطن عادي، ما
مواطن هذا محمد بيه، ولو عايز تشوف بطاقتي كمان اوريها لك. بس هتفضل طول عمرك في نظري كبير، وكبير قوي يا حسام. مش تقولي لي حمد لله على السلامة؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ابن بطنك رجع، ابن الشهيد رجع، ومش ناقص رضاك يا علامة. قلبي وربي راضيين عليك يا حبيبي. وراكي رجاله ولا ما وراكيش؟ وحشتني يا حسام. يا كامل يعني بس مش فاهم انت ليه غاوي تتعب نفسك وتتعبني وتجيبنا هنا؟ عارف مين؟ طمني يا كامل، انت شايف ايه؟ انا شايف صحرا وهو. يعني شالوا السور وشالوا الأوضة؟ أنا لاني شايف سور ولا شايف أوضة. أنت يا أخويا متأكد إن الأرض دي بتاعتك؟ أنت اللي متأكد إنك مشيت على الوصفة اللي أنا قلتها لك؟ أيوة والنعمة. يا خسارة تعبي وشقاي، يا خسارة تعبي وشقاي، يا خسارة تعبي وشقاي. انت محروق قوي كده ليه؟ هو انت كنت دفعت فيها حاجة غيرش؟ بس ربنا بعت لك لجوة منك زحك من عليه. ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده يا ربي؟ هو انا عملت حاجة؟ انا ما عملتش حاجة. وانت يا اخويا مالك بتنوح زي النسوين كده؟ الله، ما احنا معنا فلوس يا ام. كان معانا فلوس يابا. كان يعني ايه يا اخوي؟ يعني فلوسك وفلوسي كانوا مدفونين تحت الاوضه اللي اتهدت. نعم يا اخوي، دفنت تعبنا وشجعنا في الارض دي. يا نهار اسود، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخوي. إلهي ربنا يبتليك بمصيبة أكتر من اللي أنت فيه. إلهي رب، فجرت نفسك وفجرتني. يا نهار أسود ومدهون، يا نهار أسود ومدهون. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طه. كامل، حسبي الله ونعم الوكيل. روح يا شيخ، ربنا ياخدك. كامل، ربنا يهدك يا كامل. ربنا يبتليك بمصايب يا كامل. ما تسيبنيش لوحدي يا كامل. فيك يا كامل، غور في داهي يا كامل. يا كامل ما تسيبنيش لوحدي، غور في داهي. كامل، ده صوت العربية. يا كامل، يا كامل. طب أني هلاقي الفلوس؟ أني هدور هنا، هدور هنا. مش هنا، بدور فين؟
الأور فين؟ مش إزاي؟ مش إزاي يا ناس؟ أخصى عليك يا كامل، أخصى عليك. إيه دي؟ دي طوب يبقى هنا. الأوضة كانت هنا صح؟ الأوضة كانت هنا؟ الأوضة كانت هنا ولا إيه؟ جد صدقتك. ما هو لما انا صدق لازم كل الناس تصدق. على العموم البضاعة الجديدة جاهزة. سلام. سلام. غريبة أوي الدنيا دي يا سلمى. كل ما الواحد يقفل الباب الشيطان يفتح له ألف باب. شوري علي أعمل إيه؟ أنا الحمد لله كرامتي رجعت لي من تاني، والكل عارف إني كنت مظلوم، بس حيران مش عارف أروح أنهي اتجاه، شمال ولا يمين. يا سلمى عديت كل الخطوط وكسرت كل الإشارات وبقيت أنا الشيطان الكبير. قولي لي اعمل ايه؟ شوري علي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما يفتح عليك يا مولانا. ازيك يا بابي؟ ازيك يا روح قلب بابي؟ اهلا اهلا بالوحش. انت بتعرف ان انا بكلم حسام؟ انت لو مش عايز ان احنا نرجع لبعض انا عارفه ان انت كنت. طب ولو عايز نرجع؟ مني انت اللي مش زعلان.